يا مساء الفل والجمال على حضراتكم كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده انتهى واحد من المواسم الطويله والاستثنائيه بعد 347 يوم بالتمام والكمال على بدايته في 18 سبتمبر السنه اللي فاتت. الختام كان يليق بالكره المصريه وتاريخها وبالبطوله الاقدم في افريقيا والوطن العربي، وهي بطوله كاس مصر، ونهائي قوي ومثير ما بين بيراميدز وزد اف سي اللي انتهى طبعا زي ما تابعنا جميعا مع حضراتكم بفوز السماوي بيراميدز بهدف في الوقت القاتل، وده خلى بيراميدز يحقق اول لقب في تاريخه وبقى احدث اسم في قائمه الشرق اللي ليها 12 نادي على راسهم طبعا النادي الاهلي والزمالك. وطبعا تتويج بيراميدز لا يقلل ابدا من فريق زد صاعد اللي عمل الحقيقه مباراه هايله. لما تيجي تبص لزد وتبتدي معاه بمشواره من بدايه الدوري المصري مع صعوده بالكابتن مجدي عبد العاطي واداره زد والتفاصيل اللي حصلت بموقفه في جدول الترتيب في الدوري المصري بالمباراه اخيرا اللي قدمها النهارده، يقول ان هو ماشي بشكل كويس وشكل منتظم. بيراميدز كان في احتياج شديد جدا 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 لبطوله بقى له 6 سنين. كل الناس بتتساءل امتى بيراميدز ممكن يحقق بطوله؟ ليه بيراميدز بكل السكواد الموجود بكل اللعيبه اللي شايفينها واسامي كبيره جدا في كره القدم المصريه ولكن مش قادر يحقق بطوله؟ هو ده السبب، الاحتياج الاساسي لبيراميدز لبطوله كاس مصر النهارده. مبروك لبيراميدز ومجلس ادارته ولاعيبته على مشوار طويل شفنا مع روتيتش بدايه من الموسم ده كان ماشي بشكل كويس ومتصدر. طبعا انت بتتكلم في بطوله ما فيهاش اهلي ولا زمالك عشان برضو نبقى متفقين وماشيين بكلامنا صح، بطوله بعيده تماما عن الاهلي والزمالك بيتوج بيها بيراميدز وبعد مشوار طويل كان منافس قوي ليه زد على مدار بطوله الكاس، عمل ماتشات كبيره مع الكابتن مجدي عبد العاطي الحقيقه اللي بكن له كل الاحترام والتقدير وعمل مشوار هايل مع زد، ولكن في الاخر بيتوج بيراميدز ببطوله مهمه جدا 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 هتفيده جدا نفسيا للعيبه، لان انت لما تيجي تبص على لعيبه بيراميدز دايما كنت بتتكلم مع اي لعيب من اللعيبه يقول لك احنا ناقصنا ان احنا نتوج ببطوله ناخد بطوله. انت النهارده بتاخد بطوله، تخلص موسم طويل جدا بتتوج اخره ببطوله. فالحقيقه مليون مبروك النهارده لبيراميدز، خلصنا موسم كروي على مستوى المحلي بنجاح كبير، والحقيقه بنتشرف هنا في اون تايم سبورتس باننا كنا جزء اساسي فيه بنقلنا الحصري بكل التفاصيل الموسم على مدار وقت طويل جدا عشناه مع حضراتكم هنا في اون تايم سبورتس من بدايه الدوري المصري بماتشات كاس مصر بالمؤجلات اللي تابعناها مع حضراتكم، ولكن اخيرا بينتهي الموسم. يمكن قلت اخيرا انتهى الموسم دي مع اخر استوديو تحليلي للمباراه في الدوري المصري، ولكن النهارده بنشوف مع نهائي كاس مصر ما بين بيراميدز وزد بينتهي موسم طويل جدا جدا تابعناه اكيد وشفناه مع حضراتكم بيتوج بيه ببطوله هي الاقدم في تاريخ الكره المصريه، بطوله كاس مصر بيتوج بيها بيراميدز النهارده مع يوريتيتش مع مجلس اداره مع لعيبه شفنا مع حضراتكم، وفرحه هستيريه من لعيبه بيراميدز زي ما قلت في بدايه كلامي ان بيراميدز كان محتاج للبطوله دي لان هي هتفرق معاه جدا بشكل كبير. وتابعنا يمكن زد كان متفوق في بعض الاوقات على مدار بدايه حتى من الشوط الاول، ضيع واحده واثنين وثلاثه وتالق فيها احمد الشناوي. خليني برضو استعرض مع حضراتكم يمكن يوريتيتش بدا ازاي والكابتن مجدي عبد العاطي بدا ازاي النهارده. يوريتيتش بدا باحمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد حمدي، كريم حافظ، احمد سامي والشيبي، بلاتي توري، مهند لاشين، فخر اللقاي، وليد الكارتي، مصطفى فتحي، وفيستون مايلي صاحب هدف لقاء اليوم. على الناحيه الثانيه كان الكابتن مجدي عبد العاطي النهارده بادئ بلقاء علي لطفي في حراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد اشرف، مصطفى العش، محمد اسماعيل، واحمد سيد عبد النبي، قدامهم ماتا ماجاسا وبيتا زيلو واحمد عاطف قطه وعبد الرحمن البنوبي، مصطفى زيكو وشادي حسين. شفنا النهارده الحقيقه لقطات حتى بعد تتويج بيراميدز، واحده من اللقطات الشهيره على السوشيال ميديا هي مصطفى زيكو لاعب زد وهو بيبكي بعد خساره اللقاء، وده يقول لك ان برضه زد كان عندهم طموح كبير جدا ان هم يتوجوا بالبطوله النهارده. الدافع عند لعيبه بيراميدز ولاعيبه زد كان هتيجي تبص له هو 50-50، لان انت بيراميدز محتاج البطوله. نفس الشيء ان انت لما تيجي تبص لزد، انت النهارده موسم لسه سنه اولى في الدوري الممتاز
بتيجي بتوصل لنهائي كاس، فانت الدوافع عندك مرتفعه، وده اللي بان وانعكس على اللعيبه بعد انتهاء اللقاء وخساره المباراه النهارده وخساره لقب كاس مصر. ولكن كل التقدير والاحترام لمنظومه، كنا بنتكلم دايما عن مجلس اداره، لان مهم جدا ان انت لما تيجي تبص على مجالس الادارات، لان هي بتفرق وبتنعكس على جهاز فني وعلى لعيبه وعلى كل وعلى نتائج وعلى مشوارك في موسم طويل. كل ده بيجي من مجلس اداره، مجلس اداره في مجلس اداره هاوي، في مجلس اداره محترف صاحب خبرات، عارف هو بيتعامل ازاي وعارف الامكانيات والتولز الادوات اللي معاه شكلها عامل ازاي، اللي ممكن يشتغل بيها وممكن يوصل بيها للي انت شايفه دلوقتي. ده في الاخر هو حصاد لموسم طويل جدا مع الكابتن مجدي عبد العاطي ولعيبته بالامكانيات واللعيبه اللي موجوده بالكواليتي اللعيبه اللي موجوده. نفس الشيء لما تيجي تبص الناحيه الثانيه على يوريتيتش، الراجل اللي كان دايما بيقف على الخط، هو تحس ان هو هيتجنن من اللي بيحصل، هو مش عارف دايما امتى بالفريق اللي انا معايا باللعيبه بالامكانيات دي هقدر اخد بطوله. هو الراجل دايما كان ده لسان حاله، انت بتتفرج عليه وشايفه على خط المرمى او هو واقف بيدي تعليمات للعيبه بيراميدز، هو دايما تحس عايز يقول كده، امتى هاخد بطوله، امتى هقدر اقول ان انا كسبت بطوله. النهارده اخيرا يوريتيتش بيحقق بطوله مع بيراميدز بعد تعدد كبير جدا جدا من المديرين الفنيين اللي تابعناهم مع حضراتكم على مدار المواسم مع بيراميدز باسامي مش هقدر اقلل من اي اسم تولى القياده الفنيه لبيراميدز، لان اسامي كبيره جدا جدا تولت القياده الفنيه لبيراميدز. لكن النهارده يوريتيتش قدر يحقق المعادله الصعبه اللي دايما كلنا كنا بنسالها، امتى بيراميدز ياخد بطوله. النهارده زي ما شايفين امام حضراتكم فيستون مايلي بيهدي بيراميدز هدف غالي جدا جدا جدا، وهدف بيتوج بعديها على طول بيراميدز ببطوله مهمه، بطوله تديله دفعه كبيره جدا الموسم اللي جاي مع مدير فني، مع لعيبه، مع مجلس اداره. كل ده اعتقد هيفرق بشكل كبير مع بيراميدز في الموسم اللي جاي. خلينا نروح نشوف لقاءات مع لاعبي بيراميدز بعد الفوز النهارده والتتويج بكاس مصر، ونرجع لحضراتكم تاني. بارك للفريق واللعيبه ومجلس الاداره. السنه دي عملنا مجهود جبار، يعني ما كانش معانا التوفيق في الدوري، وربنا الحمد لله رجع بطوله الكاس دي، ما كانتش هتتلعب فجاه اتلعبت، فجاه نفسنا في النهائي والحمد لله ربنا كرمنا بالبطوله، اول بطوله للنادي وان شاء الله ما تبقاش الاخيره. اللعيبه كلها تستحق اكتر من كده وكلهم ادوا اللي عليهم، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن لفريق بيراميدز والاداره ان شاء الله. انت قلت كلمه مهمه جدا، ان البطوله ما كانتش هتتلعب والبطوله رجعت واتلعبت عشان انتوا تكسبوها، ان ده يكلل المجهود بتاعكم، لكن انتوا ايه اللي بيجرى في الاخر يا شناوي؟ انت ما بتكملش التراك لاخره ليه؟ لا احنا كلنا مكملين التراك لاخره، بس الظروف بقى خارجه عن الاراده، مش كوره بس يعني مش عايز اخش يعني ادخل في تفاصيل، بس انا زي ما بقول لك يعني اللي جاي هيبقى كله خير، وهي بس كانت الانطلاقه بس، يعني الحمد لله ربنا كرمنا بالبطوله، مش هتبقى اخر حاجه ان شاء الله. بيراميدز الفتره الجايه اي بطوله هو كده كده بينافس فيها وبيلعب للاخر، ان شاء الله السنه الجايه تبقى حاجه كويسه، ويبقى في دوري وافريقيا وعندك كاس وعندك سوبر، عندك بطولات كتير ان شاء الله تبقى احسن. الحمد لله طبعا تعبنا السنه دي، الناس كلها تعبت السنه دي زي ما انت شفت لحد اخر لحظه بننافس على الدوري، ما حصلش نصيب وربنا ما كرمناش، الحمد لله ربنا عوضنا ببطوله الكاس، ان شاء الله نبني عليها الفتره اللي جايه ونعمل حاجه كويسه للنادي ان شاء الله، الناس تستاهل وتستحق. ايه اللي كان حاصل؟ انت ما بتكملش للاخر ليه كبيراميدز؟ ما بتكسبش ليه؟ ايه اللي بيجرى؟ والله انا نفسي مش عارف، بس يعني الحمد لله ربنا نصفنا في الاخر عشان احنا تعبنا السنه دي، بطولة اصلا ما كانتش هتتلعب تقريبا، وفجاه تتلعب عشان خاطر احنا ناخدها، فربنا كان عايز يكافئنا ويعوضنا عن اللي فات. الفرقه دي لو معاها جمهور بيملى المدرجات كلها وجمهور جمهور نادي شعبي، تعمل ايه؟ لا الوضع يختلف طبعا، طبعا الوضع يختلف تماما، يعني الجمهور بيديك دافع انك تعمل احسن حاجه عندك، ده طبيعي. بقول مبروك للعيبه دي، تعبت صراحه، يعني من احسن اللعيبه اللي اتعاملت معاها يعني في خلال اربع سنين اهو لعبت معاهم، كلهم كويسين كلهم محترمين، يستاهلوا اللي ربنا يكرمنا في 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 سنه زي دي ببطوله الدوري، بعد بطوله الدوري ما خسرناها، الحمد لله ربنا كرمنا ببطوله الكاس عشان يعني يفرح اللعيبه دي. انا كنت هزعل لو انا ما خدتش بطوله معاهم الصراحه، الحمد لله ربنا كرمنا ببطوله وموفقين ان شاء الله يا رب. ايه يعني كانت محجره قوي يا كابتن احمد بالبلدي كده ومع عربة دايما ربنا بيجيب لك حاجات في اوقات انت مالكش دعوه بيها، يعني
في الاخر بتجتهد وبتشتغل وبتعمل اللي عليك، وفي الاخر التوفيق ده من عند ربنا. وقت ما هتكسب حاجه او تحقق حاجه وقت ما ربنا ياذن. كابتن هاني، يمكن نحس اتفك، وبكلم مع اللعيبه كلها بقول لهم النحس اتفك يعني، وكنت شايفك طول ما الماتش شغال، كنت انا فوق وشايفك من فوق قاعد انت ايه؟ لا 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 يعني شايف انا هاني سعيد، انا عشرتي بهاني سعيد، فعارف هاني سعيد كان عامل زي النار. والله عادي، انا كده كده يعني جايين والله عادي، لان خلاص في الاخر اللي ربنا عايزه هيكون. فانت بتيجي طبعا عندك شويه قلق، بتبقى طبيعي، بتلعب ماتش انت عايز تكسب، ده طبيعي جدا. بس في الاخر بتسيب كل حاجه على ربنا وخلاص، وربنا بقى عايز اكون. انت بتضغط نفسك زياده، الموضوع بيبقى صعب. فانا يعني كنت الحمد لله الى حد ما كنت اهدى شويه من قبل كده، حتى من النهايات اللي قبل كده، لان انا كنت سايبها بقى زي ما تيجي يعني. فالحمد لله خير ان شاء الله. شيل يا طبعا شكرا زميلنا ابراهيم عمر، شكرا موصول لكل لاعبي بيراميدز. كابتن هاني سعيد وفرحه النهارده شايفينها في كلام اللعيبه، زي ما قال الشناوي، زي ما قال مصطفى فتحي، كلام اللعيبه باين ان هي كانوا مستنيين بطوله، عايزين بطوله عشان يقدر يخرج من اللي محطوط فيه بقاله 6 سنين، لان انت بتتكلم في وقت طويل جدا مع تعدد مديرين فنيين بكل حاجه اتعملت في المنظومه دي، ولكن كان ينقصها ان انت تاخد بطوله. النهارده بتحقق بطوله، وده باين من اللعيبه. اخيرا مليون مبروك النهارده بيراميدز، مجلس اداره، لعيبه، جهاز فني، مبروك بطوله كاس، بطوله مهمه تقدر تبني عليها اكيد اللي جاي. موسم طويل جدا في كل حاجه على فكره، وكان في تفاصيل كتير وفي اخطاء اكيد كتيره حصلت على مدار موسم، ولكن انت الموسم انتهى وابتديت بقى تبتدي تشوف الانديه دلوقتي ابتدت تفكر ايه اللي ممكن بيحصل، سواء بقى الزمالك اللي عنده مشاكل، الناحيه الثانيه نادي الاهلي والصفقات والتدعيمات اللي عايز يعملها النادي الاهلي. ولكن خليني ابتدي مع حضراتكم بنادي الزمالك، وبيتلقى نادي الزمالك اختراط من الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا برفع عقوبه ايقاف القيد بعد سداد المستحقات المتاخره لكل من بقى البرتغالي روي اجواش، او اندريا اوليفيرا، او دانيال جونزاليس. طبعا 3 كانوا مساعدين لفريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وكان مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه كابتن حسين لبيب حرص على تحويل مستحقات الثلاثي خلال الايام القليله الماضيه لحل ازمه ايقاف القيد، لان هي مهمه جدا جدا وموضوع صعب. وخلاص دلوقتي بيحق لنادي الزمالك قيد الصفقات الجديده خلال فتره الانتقالات الصيفيه قبل انطلاق الموسم الجديد بعد تسويه مستحقات مساعد البرتغالي فيريرا بصوره رسميه. وكان مهم لان انت من ساعه برضو تولي مجلس اداره نادي الزمالك الحالي، وهي انت عندك مشاكل وعندك مديونيات كتيره جدا جدا وعندك ايقاف قيد، فعندك مشاكل كتيره الحقيقه. فمهم ان انت ترفع القيد، لان انت برضو لما تيجي تبص على سكواد نادي الزمالك عنده احتياجات، طبعا عنده احتياجات في مراكز كتيره جدا، يمكن اهمها الباك ليفت، وعندك سنتر باك عايز تجيب سنتر باك، وعندك فيرويد عايز، وعندك في حراسه المرمى، عندك لعيبه كتير ومحتاج سكواد مهم قوي عشان تقدر تنافس. انت داخل الكونفدراليه وداخل على موسم جديد وعندك بطولات هتشارك فيها، فعشان تفضل بالشكل اللي دايما عايزه جمهور نادي الزمالك، فانت مهم جدا تحل المشاكل اللي عندك دي عشان تبتدي ما يبقاش مشاكلك انا احل ازاي، لا مشاكلي دلوقتي او همي دلوقتي ان انا ابتدي اشوف احتياجاتي فنيا ايه في الملعب. مهم جدا دلوقتي وفي الفتره لنادي الزمالك دي ان انت تشوف احتياجاتك الفنيه شكلها عامل ازاي ومحتاج ايه،
لان الوقت صعب، وقت قصير، في دوريات خلاص بتبدا، ففي قيد هيقفل بره لو انت عايز تجيب لعيب، فعندك حاجات كتيره قوي محتاج تركز فيها، محتاج تشتغل عليها. ولكن كان نقطه مهمه وهي رفع القيد بسبب مستحقات ثلاثي مساعدي فريرا، ولكن تم خلاص دفع القيد، وبقى يحق لنادي الزمالك زي ما قلت لحضراتكم قيد الصفقات الجديده خلال الانتقالات الصيفيه الحاليه. ونتمنى دايما مش عايزين نشوف ازمات، يعني ولا في اهلي ولا في زمالك ولا في غيره ولا في اسماعيلي ولا في اي نادي في الدوري المصري، ان شاء الله تكون دي اخر ازمه بيعاني منها نادي الزمالك، ويكون قادر يحقق المعادله اللي دايما جمهور نادي الزمالك بيطلبها منه. طيب نكمل داخل نادي الزمالك، وقرر الجهاز الفني للزمالك مع برتغالي جوزيه جوميز استمرار محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي ثنائي الفريق الاول لكره القدم في القاهره من اجل مواصله برنامج تاهيلي. اثنين لعيبه مهمين جدا، وزي ما كنت بتكلم على احتياجات الزمالك للسنتر باك، انت عندك الونش راجع، الونش واحد من اهم اللعيبه داخل سكواد نادي الزمالك، ولكن في الاخر اتفق الجهاز الفني للزمالك مع الجهاز الطبي دكتور محمد اسامه على استمرار الاثنين لعيبه في القاهره عشان يكملوا برنامجهم التاهيلي، لان انت اكيد مستني عوده اي لاعب. انا مش هقولك ان انت مستني عوده الونش او محمد عبد الشافي، انت محتاج اي لاعب موجود داخل القائمه بتاعه نادي الزمالك مصاب انت محتاجه في الموسم اللي جاي، ومحتاج تشتغل عليه في الموسم اللي جاي على طول. فعشان كده الراجل طبعا اكيد قلقان على الاثنين لعيبه، وعايز اللعيبه ترجع براحتها ويكملوا برنامجهم التاهيلي. حمد لله على السلامه طبعا واحد من اللعيبه المهمين جدا الونش، نفس الكلام محمد عبد الشافي واحد من اللعيبه اللي انا شخصيا بحبه جدا على المستوى الشخصي، عمرك ما تسمع له اي كلمه، عمرك ما تسمع له اي مشكله. فمره ثانيه الحمد لله على السلامه الاثنين لعيبه من اعمده نادي الزمالك. خلينا نكمل مع حضراتكم، وكان كلام كتير جدا عن ابراهيم عادل، وكلام كتير عن الملف بتاع احتراف اللعيبه المصريه، ان انت ازاي تبتدي تفكر ان انا استغل اللعيبه اللي عندي المصريه دي عشان يبقى عندي لعيب واثنين وعشرة وعشرين محترفين. زي ما انت دايما بتتكلم هو منتخب مصر ليه مش زي ده ومش زي ده ومش زي ده، فانت محتاج تبتدي تخرج اللعيبه دي عشان يبقى عندك منتخب قوي، لان هو في الاخر لما يبقى عندك كم محترفين كتير هيبقى عندك منتخب قوي جدا جدا. انت دلوقتي بتعتمد على مين؟ اول اسم بيجي مع محمد صلاح منتخب مصر. فانت دايما لازم تبتدي الفكر ده يتغير عند كل الانديه، ومش هخص نادي، مش هقول لك بيراميدز، لا انا بتكلم على كل الانديه المصريه، لان هي فرصه ما بتجيش كتير. انت مش كل يوم هتصحى تلاقي ايميل جاي من دوري انجليزي ولا من دوري اسباني ولا من ايا كان ايه الدوري اللي مبعوث جاي لك عشان يطلب لعيب او اتنين او مش هتحصل كتير. فانت لازم تستغل الفرص، احتياجك كنادي اللعيب من حقك انك تطلب المقابل المادي اللي يكون بيرضيك كمجلس اداره، ولكن لازم كويس جدا تبقى عارف ان انت في الاخر اللعيب ده لما يخرج هيصب في مصلحه منتخب مصر، مش هيصب في مصلحه حد. وان انت لما تيجي تحسبها، لما تيجي تخرج لاعب، بتبص الا اللي موجود عندي بديل للاعب ده ولا ممكن يعمل لي دروب عندي في الفريق، لا انا عندي بديل واثنين وثلاثه. فاذا ان انا ما عنديش مشكله ان انا لو خرجت اللاعب ده هعرف اكمل وهعرف اشتغل وهعرف احقق بطولات وهعرف ادي فرصه للعيب هو نفسه يمكن كان بيتكلم على السوشيال ميديا وكان بيطلع يقول وكان منزل ستوري وكان زعلان جدا جدا ان الموضوع مكملش معاه، ولكن في الاخر ابراهيم عادل هو بيعود للقاهره بعد فشل انتقاله لختافي وبيرجع مره تانية. وانا واحد من الناس، واعتقد اي حد يعني بيتكلم او بيتابع كوره هيبقى نفسه اي لعيب مصري يحترف. انت رايح فين؟ انت ابتديت رحت ختافي، ممكن من ختافي بعد كده رحت زي مصطفى محمد لما طلع نانت، دلوقتي بتتكلم في ولفرهامبتون بيتكلموا معاه، في الدوري الفرنسي بيتكلموا معاه، ولكن في الاخر طول ما انت قاعد هنا انت بتجيلك مره. انت ابراهيم عادل ظهر ونور في الاولمبيكس باريس 2024، ظهر ابراهيم عادل وظهر اكتر من لاعب، ويمكن كوكا واحد من اللعيبه اللي ظهرت اللي بتكلم عليها وجاي له عرض البرتغال. لازم تتعامل باحترافيه في ملف ان انت تخرج لعيب من عندك ايا كان ايه النادي، انا مش هخص نادي، لكن لازم يكون التعامل باحترافيه اكتر من كده عشان تعرف تستفيد وتعرف تخلي اللعيب يستفيد وتعرف تخلي منتخب مصر يستفيد من اللعيبه دي. ولكن اولا واخيرا
كل التوفيق لابراهيم عادل، واحد من اللعيبه الموهوبين جدا جدا جدا، وظهر وتالق وشفناه مع منتخب مصر او مع بيراميدز. بتمنى له كل التوفيق، وكنت واحد من الناس اتمنى ان هو يخوض تجربه احترافيه سواء في ختافي او اي نادي، ولكن كنت اتمنى ان هو يخوض تجربه احترافيه. خلينا نتكلم مع حضراتكم كلامنا. بيرستاو لاعب النادي الاهلي وحقيقه مفاوضات الانديه لضمه خلال الميركاتو الصيف الجاري موضحه موقفه من تجديد عقده مع النادي. وقال بيرستاو في تصريحاته او في تصريحات كان للاذاعه يعني ان هو كان سافر عشان يقضي فتره الراحه، والراجل قال ان هو سعيد جدا وسافر عشان بس ياخد اجازه مش اكتر، واضاف ان هو سعيد بتواجده في النادي الاهلي وهو نادي كبير، ولذلك ستكون هناك اخبار عن كل لاعب ينتمي للنادي الاهلي. وبشان الحديث عن مفاوضات الانديه لضمه قال ان هو سمعناه في الوقت لا يوجد شيء رسمي حتى الان، ما فيش حاجه جت رسمي للنادي الاهلي، وكل اللي بيتقال اشاعات. واختتم كلامه مش الان، وكل ما كل كان اللي بيحتاجه بيرستاو هو ان هو يسافر وان هو يريح بعد موسم طويل جدا وشفناه. هنشوف وهنتابع اكيد مع حضراتكم ايه اللي ممكن يكون بيحصل في ملف بيرستاو، ونشوف ايه اللي هيكون بيحصل معاه. طيب طيب يعني دي كانت مجموعة أخبار سواء عن الأهلي أو الزمالك. خلينا نروح لمهرجان العالمين، والنهاردة ختام مهرجان العالمين زي ما حضراتكم عارفين، وتابعنا مع حضراتكم على مدار شهرين شفنا فيهم حاجات كتيرة جدا 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 في مهرجان العالمين الجديدة، وكل الشكر لزمايلنا اللي كانوا مغطيين مهرجان العالمين بشكل احترافي. خليني برضو أقرأ مع حضراتكم البيان ده. بتعلن اللجنة العليا المنظمة المهرجان العالمين الجديدة 2024 عن انتهاء النسخة الثانية من المهرجان الأكبر في مصر والشرق الأوسط بمدينة العالمين الجديدة، واللي بتنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وده بعد نجاح طبعا المهرجان بشكل غير مسبوق في تحقيق أفضل خدمة توعوية وتثقيفية وسياسية وتنموية ومجتمعية للدولة المصرية وأبنائها، وذلك بتنفيذ عدد غير مسبوق من الفعاليات الشاملة ومشاركة جميع أطياف المجتمع المصري وفئاته العمرية والصحية والاقتصادية والتعليمية، واستقبال زوار من 104 جنسية لدولة أجنبية، وكذلك عدد كبير من المسؤولين والدبلوماسيين العرب والأجانب بعدد قياسي من ساعات العمل المستمرة. استغرقت الأعمال التحضيرية والتجهيزية أشهر طويلة من العمل الشاق لضمان أعلى معايير الجودة والأمان حتى انطلق المهرجان، وتواصلت الفعاليات على مدار 50 يوم تقريبا دون انقطاع منذ الصباح الباكر وحتى منتصف الليل، بمشاركة عدد كبير من المصريين العاملين والمتخصصين والفنيين والشركات والمؤسسات، وبتغطية حية على الهواء مباشرة على معظم المنصات الإعلامية والصحفية المرئية والمسموعة والمقروءة ورقيا وإلكترونيا، ومتابعة عدد كبير من وسائل الإعلام والصحافة الإقليمية والدولية، وذلك بعد تحقيق نجاح هائل في الترويج لمصر سياحيا وتنمويا وارتفاع معدلات المبيعات الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية والإقبال السياحي متنوع الجنسيات بالساحل الشمالي والمحافظات المحيطة، محققا كامل أهدافه اللي أقيمت هذه النسخة من أجلها. هذا وتتقدم اللجنة العليا المنظمة المهرجان العالمين الجديدة بالشكر والتقدير لكل المصريين اللي شاركوا في إنجاح هذا الحدث الضخم، ولرئاسة مجلس الوزراء المصري وكل الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات المعنية والتابعة على التعاون والمؤازرة وتذليل العقبات والمشاركة الإيجابية والدعم الكامل للمهرجان، كما تتقدم بالشكر للشركات الخاصة مقدمة الخدمات والهيئات الراعية وأصحاب الأنشطة الخاصة المشاركين والأيدي العاملة من الشباب المصري، كما تثمن إدارة المهرجان دور أطقم العمل الإعلامية والصحفية والإبداعية والتي نقلت هذا النشاط الكبير لمصر والعالم فأبهى صورة، كما تؤكد اللجنة العليا المنظمة للمهرجان والتي تتشكل من الأستاذ عمرو الفي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان العالمين الجديدة، وقصواء الخلالي مدير مهرجان العالمين الجديدة والتخطيط والمحتوى، وعمرو أحمد المدير التنفيذي للمشروعات والتنسيق، أحمد فايق المدير التنفيذي للمحتوى الفني والدرامي، ونشوى جاد مدير المواقع والتطبيقات الإلكترونية للمهرجان، وفتحي بدر مدير المتابعة والتنظيم، وطارق شرف مدير الأنشطة الترفيهية، وعلي مرعي مدير التسويق والرعاية الإعلانية، وأمجد سلامة المدير المالي والإداري، ووائل عبد العزيز مدير العلاقات العامة، ومحمود التوني مدير التشغيل والتنفيذ الإعلامي، ومحمد عبد الباقي مدير المركز الصحفي والإعلامي، وإبراهيم عبد الجواد المتحدث الرسمي باسم مهرجان العالمين الجديدة، ولما جبريل المتحدثة الرسمية باسم المهرجان. وطبعا الشركات المساهمة في إقامة وتنظيم المهرجان هذا العام وهم UMP، B Group، ايتوس،
ايجيبشن اوت دور بي او دي تذكرتي دي اس بلس 30 ديجريز وكلاكس. واللي بيمثلوا جميعا الاداره والتنفيذ الكاملين للمهرجان على تقديم نسبه 60% من ارباح مهرجان العالمين الجديده هذا العام دعما للقضيه الفلسطينيه، وذلك سيرا على نهج الدوله المصريه وقيادتها العظيمه في تبني قضيه القضايا وتقديم افضل ما لدى جمهوريه مصر العربيه لحمايه حق الشعب الفلسطيني التاريخي والانساني في الحياه. هذا وتعرب اداره المهرجان عن خالص تقديرها وشكرها وعميق امتنانها وعرفانها لمؤسسه الرئاسه المصريه والقياده السياسيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على التكليف والتشريف بكل ما يدعم بناء الانسان المصري وصناعه وعيه. داعين الله عز وجل ان يجمعنا والمصريين وقيادتنا الرشيده على الخير مجددا عام 2025 بافضل حال حتى نلتقي في النسخه الثالثه من مهرجان كل المصريين مهرجان العالمين الجديد. مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوف النهارده نجيب ويماني ولكن بعد الفاصل.